بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نستكمل حديثنا عن موضوع prepare adjusting interest for accruals، قيود التسوية للمستحقات اللي بتكون غير مسجلة وغير مثبتة. وفي درسنا اليوم راح نتناول الموضوع الثاني أو الشق الثاني في هذا الموضوع، اللي هو accrued expenses، المصاريف مستحقة الدفع. المصاريف مستحقة الدفع أو مستحقة التسجيل لأنها مش مسجلة أو مش مدفوعة، مش مثبتة في الدفاتر. طبعا راح ناخذ هنا موضوعين فرعيين، لو accrued interest للفوائد المستحقة أو غير المسجلة، وفي عندي accrued salaries and wages، رواتب وأجور غير مسجلة أو مستحقة. طبعا للتذكير، احنا هذا الموضوع يتكون من أمرين، لو accrued revenues و accrued expenses. بالنسبة لل accrued revenues احنا أخذنا عنه مثال في الفيديو السابق وناقشناه بالتفصيل، ومرينا على مراحل الدورة المحاسبية من الجنرال جورنال انه لازم نقيد هنا عملية، ولكن هذه العملية لم يتم تسجيلها. بعدين لازم نعمل الليدجر. طبعا لاحظنا هنا قبل الليدجر ما دام لم يتم تسجيل هذه العملية فاحنا سجلناها نهاية شهر اكتوبر في adjusting entry، بعدين عملنا بوستنج للليدجر، بعدين عملنا ترايل بالانس adjust ترايل بالانس بدل من ترايل بالانس اللي ما فيش فيه تسويات، وبعدين بنيجي على القوائم المالية بنودي إلها المعطيات من الأدجست ترايل بالانس. طيب اليوم بدنا نيجي على الموضوع الثاني، الأكرود إكسبنسز اللي هي المصاريف المستحقة، مستحقة الدفع أو اللي يجب تسجيلها، بتكون عادة غير مسجلة فلازم نحسبها ونعمل لها أدجستنج إنتري نهاية في الجورنال يعني، ولازم نسجلها. موضوعنا اليوم مثل ما حكينا اللي هو أكرود إنترست. راح ناخذ أول مثال في هذا الفيديو، وإن شاء الله الفيديو القادم راح نتناول accrued salaries and wages. لذلك هذه أنا بدي أخفيها الآن حتى نركز على هذا الموضوع اللي هو accrued interest. طيب خلينا نأخذ شوية نظرة عنه في البداية. طبعا في البداية accrued expenses بشكل عام، المصاريف المستحقة، مستحقة الدفع أو اللي يجب أن نسجلها لأنها مش مسجلة، هي expenses incurred يعني وقعت وحدثت في خلال الفترة but not yet paid or recorded، ولكن لم تدفع ولم تسجل يعني مش موجودة في الدفاتر. فإحنا شو لازم نعمل؟ لازم نسجلها. هذا statement date يعني في تاريخ إعداد القوائم، بنسميهن accrued expenses. طبعا من الأمثلة عليها interest expense, tax expense, salaries and wages expense إلى آخر. طبعا هنا إحنا بيجي أهمية اللي هو adjustment اللي هو التسويات. ما دام في شيء انا مش مسجل عندي لازم اسجله حتى يكون في عندي اكسبنس مسجل. لما احنا نحكي عن اكسبنسز مصاريف غير مسجله لازم نسجلها. وايضا في حساب ذو علاقه بكون في البالانس شيت وهو بكون لايبيليتي، لانه ما دام احنا مش مسجلين وبكون التزام علينا اوبليجيشن، لازم يكون ايضا ايش مسجل في البالانس شيت. طبعا بريل تو ادجستمنت قبل ما نعمل التسويه بكون المصاريف مخفضه لانه في مصروف مش مسجل، بكون الالتزامات ايضا ايش مخفضه لانه في مصروف احنا لازم ندفعه مش مسجلينه علينا ولازم احنا كنا سجلناه على حسابنا. لذلك قبل التسويات بكون اللي هو الاكسبنسز واللايبيليتيز مالهن ار اندر ستيدي يعني بكونوا مخفضات لانه بكون في حساب منهن مش مسجلين. طيب الان في عندنا هنا قاعد بقول adjusting entry for accrued expenses، لما نعمل قيد تسوية للaccrued expenses مصاريف غير مسجلة شو يؤدي إلى ذلك؟ يؤدي إلى زيادة المصاريف بنخليها ديبت طبعا، ويؤدي إلى زيادة الليابيليتيز اللي هي الالتزامات بنخليها كريدت. واحنا بنعرف المصروف طبيعته شو بكون ديبت، والإيراد شو طبيعته كريدت. وهذه يعني هذا الشكل illustration 3-16 بلخص هذه المعادلة، انه الاكسبنس في الادجستنج انتر بنخليه ديبت، وانه اللي بكون كريدت اللي هو الليابيليتي. طيب نبلش في اول شيء اللي هو اول مصروف اللي هو accrued interest اللي هي مصاريف الفوائد. مصاريف الفوائد احنا بنعرفها، احنا مثلا ناخذين من احد البنوك قرض او اخذنا من احد الاشخاص دين وكتب علينا كمبيال تحمل الفوائد تحمل ربا. فهنا خلينا ناخذ هذا المثال، شو بقول لي؟ بونير ادفرتايزنج اللي هي المؤسسه اللي احنا بنشتغلها اللي هي بونير للدعايه والاعلان، سايند 3 مانث نوت بايبل يعني كتب على حقله ورقه دفع كومبيالي لمده 3 شهور ان ذا اماونت اوف 5000 ان اكتوبر 1. هذا في اكتوبر 1. طبعا هنا يعني في عندي قيد يوميه، لو احنا ناخذه ونسجله يعني نمشي في العمليه
عملية عملية. طبعا هنا في عندي اللي هي وليش اللي احط العملية باين اند اساين 3 مانس، احط هذه تحت. طبعا في اكتوبر يعني في واحد يعني هيك بقول في واحد 10 او واحد او هيك ان واحد اكتوبر هاي في اكتوبر واحد نوفمبر خلاص. عفوا اكتوبر واحد هذه الشركة كتبت عهلة. طبعا في عندك قيد محاسبي مثل ما احنا عارفين نفس الدورة المحاسبية. اول شيء في عندي قيود محاسبية، خليني اخذ نفس اللي عملناه هناك راح نعمله هنا. نحط هنا. طيب الان الادجستنج انتري هذا خليه اياه بعدين. الان في واحد اللي هو اكتوبر هاي كوبي واحط هنا كل هنا بس واحد هي صفر واحد اكتوبر اخذنا كاش. طبعا كل كاش قديش قبضنا يا جماعه؟ قبضنا 5000. طيب بموجب ايش؟ نوت بيبل. هاي نوت بيبل اذا صار في عندي علي يعني نوت بيبل خلينا ناخذها هي نفسها. وهذا حساب طبعا هذا ليابيليتي بنحطه هون. قديش النوت بيبل قيمتها؟ 5000. طبعا هذه يعني هي قيد يومية عادي لأن وين تتم؟ في 1 أكتوبر لأن الجستنج انتري احنا بنعرف وين بتتم نهاية الفترة اللي هو 31/12. طيب لحد الآن احنا ما دخلناش على درسنا اللي هو الأكرود انترست. هذه مش انترست، هذه مجرد إنه كتبنا إنه قبضنا 5000 وأخذنا وكتبنا حالنا كومبيالي. الآن هذه الكومبيالي في عليها فوائد، خلينا نشوف بس. The note requires to pay interest. لاحظوا يعني الورقة تجبر البيونير انه يدفع فوائد at annual rate يعني 12% على اساس سنوي. يعني لو قعدت هذه النوت مع 12 شهر او سنة بده يدفع 12% من 5000. اذا نرجع على اساس سنوي. طيب the amount of the interest recorded is determined by three factors. طبعا هنا بده يشرح كيف احنا بنحدد الانترست هذا كيف حسبها هيو اللي هي القيمة الاسمية للنوت اللي هي 5000 ضرب معدل الفائدة اللي هو 12%. احنا بدنا بس لشهر، احنا بدنا ايش؟ شهر اكتوبر نطلع الاكسبنس تبع الانترست يعني مصروف الفائدة اللي بخص شهر اكتوبر. الان احنا لو نضرب 5000 12% هيو نعمل بهذا الشكل. وين الحاسب عندي؟ طيب مش موجود هنا. هاي لو نقول احنا 5000 هاي 5000 هاي ضرب 12% شو بيساوي؟ 600. هذه 600 عن سنة، هذه 600 ايش؟ عن سنة، لأنه بقول لي ايش؟ annual rate. لو حكى لي monthly rate 12% خلص معناته هذا لشهر، يعني لشهر 10 بكون، بس هو حكى لي لسنة. طب بدي أطلع شهر 10 منها قديش؟ بقسم على 12 أو بقول ضرب 1 على 12 يعني بدي شهر من 12 بس. لو كانت الفترة 3 شهور بقول ضرب 3 على 12 وهكذا. إذا بقول ضرب 1 تقسيم 12 كده بيطلع 50. هيا إذا كديش مصروف الفائدة اللي بخص شهر لكل شهر؟ 50. إذا شهر 10 بخصه 50. إحنا حكينا إنه في عندي مصاريف تحسب مع مرور الوقت. الآن شهر 10 خلص وهنا لازم نحسب ما يخصه من مصروف إيش؟ الانترست اللي هي 50. طبعا هذه مش مسجله، احنا ما سجلناهاش. احنا شو سجلنا في البدايه؟ انه احنا اخذنا قرض 5000 وكتبنا حنا كومبيالي. الان مصروف الفائده ال 50 مش مسجله، بسجلها وهذا يعتبر ادجستنج انتري قيد تسوي عشان بدنا نحسب ايش؟ اللي هو الاكرود انترست اللي هي الفوائد او مصروف فوائد مستحقه. الان هذه احنا مش ممكن ندفعها يعني فيما بعد للبنك او ندفعها بعد مرور سنه الى اخره. احنا هي بدنا نسجل ما يخص شهر 10 من المصاريف. طيب طبعا هنا كله شرع عن هذا الحكي.
طيب إذا خلينا نسجل قيد التسوية. الآن بدنا نسجل المصروف بقيمة كم؟ 50. المصروف دائما وأبدا شو بكون؟ ديبت. إذا بقول طبعا المصروف شو اسمه؟ انترست. هي هو موجود مش موجود هنا هو بس موجود في السؤال. بدي أحط أنا السؤال هنا شو بحكي؟ إنه the note requires to pay annual 12%. هذا هو بس هاي اللي بيلزمنا أنا. بحطها هنا إنها معلومة جردية يعني. هاي كوبي بنحطها هنا خلص. أنا بعطيك طبعا لازم أعطيك إنه إحنا في عندنا نوت بقيمة 5000 وأخذناها في 1 أكتوبر إلى آخره وفي عليها فوائد. في عليها فوائد لازم أنا أسجل الآن إيش الانترست. إذا هاي الانترست هيو بأخذه. طبعا الطالب اللي بيعرفش يعني وبيخاف يتخربط من السؤال نفسه خذ أنت النص. هنا شو بقول؟ انترست بس ايش؟ اكسبنس ننساش مصروف الفائدة اللي بخش شهر 10. كديش احنا حكينا 50. الآن 50 هذه كيف طلعناها؟ بقول هيك يساوي ليل 5000 ضرب 12% او 12 تقسيم 100 بعدين ضرب 1 تقسيم 12 كده بيساوي 50. طيب الآن هذه مستحقة علي يعني التزام علي لازم أدفعه للبنك. طبعا لأنه الانيوال هذه أو الانترست هي انيوالي سنة بعد مرور سنة. فهنا بصير في عندي التزام اسمه انترست مش اكسبنس انترست بايبل. يعني هذه نفسها بأخذها بحطه هون بس بدل اكسبنس شو بحط؟ بايبل. هيو بايبل. طبعا هي تشبه هذه النوت بايبل. هذه مستحقة وهذه مستحقة لأنه الشخص اللي بدايني بده مني الديون اللي هي كالتالي اللي هو 5000 والفوائد. طبعا كديش الفائدة؟ 50. طبعا بعد مرور 12 شهر كديش بيكون مجموع الفوائد؟ 50 في 12 600. يعني أنا عمليا راح أدفع له بعد مرور سنة 5600 اللي هي 5000 اللي هي النوت بايبل وال 600 اللي هي ايش الانترست بايبل عن كل شهر. هذا هو قيد التسوية. الآن السؤال اللي بيطرح نفسه هذا المصروف وهذا الالتزام هل كانوا مسجلات خلال شهر 10؟ طبعا لا. وين احنا سجلناهم؟ نهاية شهر 10 كقيد تسوية. كقيد ايش؟ تسوية. طيب الآن احنا طبعا مش مهتمين بهذا القيد، احنا مهتمين بهذا القيد. بدنا نعمل اللي هو البوستنج لانه بعد الجنرال ليدجر شو بيجي عندي انا هنا؟ اللي هو البوستنج. خلينا نكمل الدوره المحاسبيه. باخذ هذولا وبحطهم هون. طبعا بس بدي احكي من هذه الامور انه في عندي خلينا نبلش من الاول وهي بهذا الشكل على اساس انه نبلش الحل من البدايه. تمام. الان الحسابات اللي بنصورها بس هذول احنا مهتمين فيهم. الان الكاش والنوت احنا مش مهتمين فيهم هذول، احنا بنقدر يعني نعملهم بس في معطيات ناقصه. هذا القيد الجديد. اول حساب هو ايش؟ انترست اكسبنس. طيب ثاني حساب اللي هو انترست بايبل. طبعا لاحظوا ملاحظه اذا هذه الفائده انا بدي ادفعها مباشره يعني هنا بقول انترست اكسبنس لمين؟ للكاش بس. ما فيش دفع، ما حكى ليش انه دفع الخمسين في شهر يعني اكتوبر. هو كان انه مطلوب منا فوائد على مدار سنه، فاحنا طلعنا كده بخص شهر 10. طيب بالنسبه لهذه الانترست ديبت، هي ديبت ب 50. وين تتم هذا القيد؟ اللي هو 31 10. هذا قيد تسويه. بالنسبه للانترست بايبل هي كريدت بقيمه كم؟ 50. وين تتم هذا الامر؟ ايضا في 10 في 31 10. هذول بدي احطهم باللون الاحمر حتى نعرف ان ايش قيود تسويه. خلص هذه هي القيود اللي اثرت على هذول الحسابين. بتطلع البالانس تبع لكل واحد هيك. وهنا طبعا انت عندي 50 وهذا شو بسميه؟ ديبت بالانس. بحطه بلون مميز وبهذا الشكل. الان هنا بدي احط سطر وطبعا هنا المجموع 50. هذا كريدت بالانس.
ونحطه بلون مميز. الآن لاحظوا ملاحظة، هذا القيد لو ما سجلناهوش هذه الأرصدة مش راح تكون موجودة عندي. يعني الخطوة بعد الجنرال ليدجر شو بيجن عندي عادة؟ الترايل بالانس العادي الطبيعي، هذا مش أدجستد، هيك المفروض. يعني هذا الشخص ما عملش، نفرض انه شخص ما عملش هذا القيد، ما قلنا لهش انه في انترست، او مثلا كان لك به الانترست 12% بعد سنة لما ندفعها بسجلها مثلا، فيش عنده تسويات، بدوش يطلع ما يخص شهر 10 من المصروف. فشو بيعمل هو في هذه الحالة؟ شو بيسجل عنده بس هنا عنده؟ بقول لك انا شو مسجل عندي هذولا، بحط عنده كاش، بحط عنده نوت بيبل بس. طيب هذول بكونوا موجودات؟ مش راح يكونوا موجودات هنا نهائيا. وطبعا هذا شو ماله؟ مش صحيح هذا الحكي. لذلك احنا لازم نعمل الخطوة الرابعة هذه ونشوف اذا في شيء بخص شهر 10 من المصروف او اكسبنس نسجله، وهي موجود. الان بعد ما سجلنا عملنا هذه الحسابات، وهذه الحسابات لازم نحطين في ترايل بالانس، بس بنسميه ادجست ترايل بالانس اللي هو هذا الخامس، هاي كوبي نحطه هون. طبعا نقيم هذه الامور كلياتها. الان الحساب هنا اسمه ايش؟ اسمه انترست اكسبنس، واللي بعده شو اسمه؟ انترست بايبل. الان هذا شو رصيده؟ 50 ديبت، وهذا شو رصيده؟ 50 كريدت. لاحظوا ترايل بالانس اللي بدون تسويات مش راح نلاقي فيه هذه الحسابات، وبالتالي اذا ما عملناش تسويات بكون المصاريف مقلله ومخفضه والالتزامات مخفضه. الان بعدها بدنا نعمل اللي هو الفاينانشال ستيتمنتس، القوائم الماليه، كوبي نحطهم هون، نعلى فوق شويه بهذا الشكل. الآن خليني أمسح بس هذه الأمور على اعتبار إنه فيش عندي إشي بالمرة. الآن بالنسبة لهذا الانترست اكسبنس بنحط هنا تحت الاكسبنسز، وهو بقيمة كام؟ 50. وبالنسبة للانترست بايبل بنحط تحت الليابيليتيز اللي هو مصاريف مستحقة الدفع، اللي بقيمة كام؟ 50. فنلاحظ ملاحظة، إذا إحنا ما سجلنا هذه او كاد التسويات ما سجلناهوش، يترتب عليه انه هذه الحسابات وهذا الاكسبنس مش راح يظهر في المصاريف. اي هذول علمين باللون الاحمر كلياتهم، على اساس ان نتيجه ايش؟ هذا القيد اللي هو كاد التسوية، كل اللي باللون الاحمر نتيجه كاد التسوية. لو هذا ما انوجدش، هذا بنوجدش، هذا بنوجدش، هذا بنوجدش، فبتكون القوائم الماليه فيها يعني نقص في البيانات، وهذا غلط. هذا هو يعني درس اليوم. نشوف شو بيشرح، شو بقول without this adjustment entry، مثل ما حكيت اذا ما عملناش الادجستنج انتري هذا، لو هذا ما عملناهوش في الاخر مش راح نلاقي لا اكسبنس ولا liability. بكل liabilities and interest expenses are understated، يعني راح يكون ايش؟ مخفضات. and net income and owner's equity are overstated، راح يكون ايش؟ مضخمات. شو معنى هذا الحكي؟ هنا انا لما اقيم المصروف معناته النت انكم بزيد، لانه المصاريف كل ما نقصنا المصاريف الدخل بزيد، على عكس الريفينيو. الريفينيو كل ما نقصنا الريفينيو الدخل شو ماله؟ بنقص. اما المصاريف لما اقيم 50 من المصاريف معناته الربح راح عندي يزيد. بالنسبه لليابيليتيز هذه، انا اذا قيمت ليابيليتيز معنى ذلك انه الاونرز اكويتي راح تزيد، هو هيك بيحكي الاونرز اكويتي راح تزيد، لانه الاونرز اكويتي شو تساوي؟ الاصول ناقص الالتزامات. يعني مثلا لو كان انا عندي هنا الاصول كلياتهن مثلا 1000، مثلا 1000 هاي 1000 وفيش عندي التزام، فيش عندي قيمته هذا، هذا شلته، فيش عندي التزامات، قديش بكون الاكويتي؟ بتكون 1000 لانه لازم يكون متساوية. طب لما يكون عندي هنا 50 بكون هنا عندي ايش؟ 950 صار. واضح بهذا الشكل. اذا نرجع مثل ما بكينا، اذا هذه هذا الامر ننتبه له. خلص هذا هو فيديو اليوم اللي انا شرحت فيه اللي هو عن الاكرود انترست، الفوائد المصروف مصروف الفوائد الغير مسجل لازم نسجله في ادجستنج انتري، وهذا طبعا بيتبع موضوع اللي هو اكرود اكسبنسز. المرة القادمة في الفيديو القادم راح أشرح مثال ثاني على الأكرود إكسبنسز لما يكون في عندي رواتب ما لها
مش مسجلة، فنفس القصة لازم أسجلها بقول بس سالاريز اكسبنس وسالاريز بيبل ونفس الإشي. خلينا للفيديو الجاي، أرجو أن يكون الموضوع واضح للجميع، والسلام عليكم.